مساء الخير، مع الشكر الكبير والكبير لهذه المجموعة المميزة اللبنانية في أوهايو كليفلاند على هذا التكريم لكلام الناس في عشرينه، وللصديق الكبير نمر بونصار على هذا الكلام الصادر من القلب. نمر الذي سيكون معنا في أول فقرة الأسبوع المقبل تمهيدا لإطلاق فيلمه الجديد. أرحب المشاهدين بحلقة الليلة. تطورات متسارعة أرخت بثقلها على الأحداث في الأيام الماضية، لقاء سليمان الفرنجي سعد الحريري في باريس، هل نضجت التسوية السياسية الرئاسية؟ ماذا جرى؟ ماذا تغير؟ ما هي العقبات؟ ما هو برنامج التسوية إذا حصلت؟ هذه الحلقة مقررة قبل شهرين لمناسبة ذكرى اغتيال الشهيد الرئيس رينيه معوض، تحية له مع نجله رئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض. فماذا سيقول بعد سنوات على خطاب رينيه معوض؟ سؤال الويب سايت: هل أنت مع تسوية بين 8 و 14 أدار؟ نعم أم لا؟ مساء الخير أستاذ ميشيل. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك، شكرا على حضورك إلى الاستوديو. أول شيء، من سنتين يعني لهلأ قلل إطلالاتك الإعلامية والتلفزيونية وحتى السياسية، ويمكن البعض قال أنه بيطل فقط في ذكرى رينيه معوض، بيحكي الكلام وبفل، إلى أن كانت إطلالتك السنة إطلالة سياسية بمؤتمر صحافي للمطالبة يعني بإطلاق ابن صغرت ابن الدويهي على خلفية رأي سياسي، وعملت حملة وقتها على الأمن العام. طيب، بس لأنه كان ابن صغرت عملت الموقف؟ لا أبدا، أكيد أنه كونه ابن صغرت تواصلت معه، بس أنت بتعرف تماما أنه ميشيل الدويهي انعرفت من من مناصري بصغرته. صوت. فإذا أنا عمليا اللي صار أنه لقيت قدامي حالة شاذة، تواصلت بداية مع اللواء إبراهيم. تواصلنا معه، قلنا له مش مقبول أنه يتم توقيف ناس لأنه كتبين بوست على الفيسبوك. وعد بوقتها أنه هو حيعالج هيدا الموضوع. خلينا كم يوم لأنه ما كان من المقصود أبدا أنه نعمل مشكل، إلا أنه بعد ما شفنا شو صار على مستوى القضاء بطريقة فاضحة، ما كان فينا إلا أنه نتداخل، لأنه مش مقبول. بس عملت حملة على الأمن العام بمستوى بوقت الموضوع بالقضاء. مش مقبول أنه ميشيل الدويهي هو عمليا الحملة ما انعملت بس على الأمن العام، أنا حملت سمير حمود وقت مدعي عام التمييز، أنه مش مقبول أبدا أنه شخص شاب كاتب بوست على الفيسبوك شو ما كان، كنا موافقين حتى لو سبك. هو سببني اساسا. هو ميشيل بعده بسبك، هو ميشيل الدويهي من الشباب. سب كلمه كبيره. ربحته عائليا هلا؟ لا عائليا. ربحته بالسياسي كمان عائليا؟ هو مع بيت من بيت الدويهي، وبالسياسي مع 14 اثر. فاذا اللي بدي اقوله هون استاذ مارسيل، اول شيء مش مزبوط انه انا ما طلعت الا بموضوع ميشيل الدويهي كمان. تصحح النقطه الثانيه، بدي اذكرك انه انا عملت مؤتمر صحفي كبير متعلق بوقت تشكيل الحكومه. ويومتها قلت أنه أي حكومة بتتشكل بمنطق مش مبني على منطق سياسي أساسي، هذه الحكومة حتتحول إلى حكومة شلل وإلى حكومة محافظة. طلع معك حق أنت وسمير جعجع، فاين اللي التزمتوا أنت وسمير جعجع، اتفقتوا على شيء. اثنين، طلعت بإطلالة بأوائل حزيران تقول أنه لازم الحكومة تجتمع لأنه رايحين على كارثة ب 17 تموز بموضوع النفايات. نعم، وهي اللي صار. وهذا اللي صار كمان من جديد. وطلعت أكيد تدافع عن حرية الرأي، اللي أنا بالنسبة لي هيدا موضوع أساسي. هلا ما أشوف شو رأيك بآخر تطور كبير له علاقة بسليمان فرنجي سعد الحريري، بدي أشوفه بس بعد ما بلش. يعني طبعا في كتير من الكلام بينقال، خاصة أنه قيل أنه سعد الحريري يعني حكي مع كل الناس بس ما حكي مع ميشيل معوض، وهون السؤال ليش. قبل ما أعرف رأي ميشيل معوض وقراره وقراءة للقاء سليمان فرنجي سعد الحريري، إسقاط لخطاب قسم الشهيد رينيه معوض على واقع اليوم، هل تغير شيء؟ أيها اللبنانيون، كلنا نعلم في أي وضع هو لبنان اليوم، وكم من الصعوبات يعاني، وكم من الأزمات يتخبط فيها،
بعد النكبات المتلاحقة التي ألمت بالوطن، لنتبصر في أوضاعنا ونحلل أسباب مأساتنا ونحدد مسؤولياتنا، لنتمعن فيما تسبب به خلافنا وانقسامنا وصراعات النفوذ ومضاربات السلطة والمواقف الفئوية وطفرة الغرائز وفورة التعصب وتفجير الأحقاد وتهدم المؤسسات. أيها اللبنانيون، لم يعد أحد منا يطيق صبراً على المحنة المأساة، ولم يعد أحد منا يقبل العيش وكأننا في القرون الوسطى دون ماء ودون كهرباء. كفانا قهراً وكفانا عذاباً، كفانا ذلاً وكفانا دماً، كفانا رهانات وكفانا مغامرات. أيها اللبنانيون، لا وطن ولا دولة ولا كيان دون وحدة الشعب، ولا وحدة دون وفاق، ولا مصالحة دون تسامح وتضحية. لذلك فإن دعوتي الأولى هي المصالحة لتعميم الوفاق. أيها اللبنانيون، إن المصلحة الوطنية هي المقياس والقانون هو الحد، فلا تهاون مع التجاوز ولا تساهل مع الارتكاب، لا ارتهان للتعنت ولا خضوع أمام التحدي، ولا مساومة على السيادة. ولن يكون مصير الوطن ومستقبل الشعب تحت رحمة أحد، فالدولة لا تنهض إلا بوحدة مؤسساتها واحترام أنظمتها وتطبيق قوانينها وتأمين سيادة كاملة لدولة لبنان الديمقراطية. فباسم أبنائنا، باسم لبنان المستقبل، باسم لبنان الغد، لبنان الأمل والحياة، إنني أدعوكم إلى رفض مشروع الحرب، إنني أدعوكم إلى مواكبة مسيرة الشرعية المصممة على إنهاء الدويلات وبسط سيادة القانون على كل الأراضي على جميع المواطنين دون مساومة أو مهادنة. يعني بعد 26 سنة أستاذ ميشيل، يعني عم بيسمع كلام الرئيس روني معوض، هل تغير شيء؟ أو لسوء الحظ ما تغير شيء. يعني تغير انه سائت وضع الناس الاقتصادي، ما تغير لانه بعده الصراع بعده قائم نفسه بين منطق قيام دوله فعليه بلبنان وبين منطق الطوائف اللي بتعلو على الدوله، بين منطق السلاح الشرعي وسلاح غير الشرعي، بين منطق حياد لبنان وبين منطق اقحامه بمعادلات او بمحاور اقليميه، بين منطق بسط سياده القانون على كل اللبنانيين بدون استثناء، وبين منطق القانون استنسابي على حسب القوى وعلى حسب الضغط السياسي. بعدنا بنفس الموضوع، ولكن تقلك شغلة، شو اللي تغير؟ اللي تغير أنه واقع الناس الاقتصادي عم دهور. اللي تغير أنه لبنان صار عليه 69 أو 70 مليار دولار دين. اللي تغير أنه الناس ما بقى عم تكمل بالهجرة، لأنه وقت طلعنا من الحرب كان في نقطة أساسية، الناس كان عندها أمل. اليوم ما عندهم شيء. اليوم أنا برأيي الناس يعني عم تفقد حتى الأمل، يعني عم تفقد حتى الأمل، وحتى كانت براهنة على بعض الناس أعطيهم أمل فقدوا الأمل، صح؟ شو؟ هالقد؟ ما بعرف، عم بسألك. بالنتيجة أنت مصاب بإحباط هاليومين؟ لا أبداً. ليش؟ لأنه بعد ما بعرف على أي أسس عم تركب التسويات اللي بدها تصير. شو عرفك عن أي موضوع عم بحكي؟ واضح واضح كفاية يا أستاذ مرسل، منك قليل وقت أقدر مارك. لا يعني منك مصاب بإحباط، بعدك عم تتلمس،
عم بتلمس أكيد، لأنه تجاوب على سؤال اللي أنت طرحته. نعم. سؤال الويب سايت تبع البرنامج. إيه؟ أنا شخصياً إيه مع تسوية بين 8 و 14 أذار. أنا إيه مع مصالحة وطنية لا تستثني أحد، بس طبعاً مع تسوية على أسس الدولة وعلى قياس الدولة وكيان اللبناني. مثل ما بتعرف سليمان فرنجي، هل يفرط بالدولة وبكيان الدولة وبسيادة الدولة؟ سليمان فرنجي صاحب خيار. نعم. هذا الخيار هل يجعله يفرط بالدولة وبسيادتها وبخيارها؟ بالنسبة لي هذا الخيار مش يجعله، هذا الخيار بنيويا بالنسبة لي طبعا. نعم. يفرط بالدولة بنيويا. وقت بتقول في أنا مع أي سلاح خارج الشرعية اللبنانية. نعم. إن كان هذا سلاح حزب الله أو سلاح ميشيل معوض أو سلاح المتطرف السني أو أي سلاح خارج الشرعية. بس بيان وزاري لكل الحكومات المتعاقبة كان مع هذا السلاح وكان مع خيار المقاومة، صح؟ الحكومات وقت بتتشكل وبيتشكل بين اساس كومبرومايز، لكن دائما في تسويه بهذا. كان عظيم لكن في كومبرومايز. ولكن برجع على الاساس يا استاذ مرسال، هيدا البيان الوزاري مبني على ميزان قوة الموجود بالبلد وعلى الممكن الموجود بالبلد. عظيم. فاذا انا كل اللي عم بقوله انه معركتنا لازم تكون تثبيت وتوسيع رقعه الدوله مش تخفيفها. او المجيء بسليمان فرنجي يخفف رقعه الدوله أم يجعلها كما هي أم يكبرها؟ حسب على أي أسس. حسب على أي أسس. يعني كنت عم بتقول، أنا بدي أقول شغلة بهذا. بس خليني أوضح شغلة. أنت قصدت تقول إنه موضوع يعني سليمان فرنجي هذا الخط هو بنيويا ضد سيادة الدولة. عم تقصد تقول الخط اللي هو أنا اللي عم بقوله ينتمي له أم هو شخصيا؟ أنا بس اللي بدي أقوله. نعم. إنه عمليا. مش عم بقول هذا الخط هو بنيويا ضد الدولة، عم بقول خيارات هذا الخط. نعم. يعني اقحام لبنان بسياسة المحاور، يعني خروج حزب الله خارج الحدود اللبنانية. نعم. يعني عدم احترام هذه الحدود، يعني عدم احترام حياد لبنان. الكل انخرط ب ب ب يعني وقت شخص بيكون بمحور السعودي الامريكي، مش محور هيدا استاذ ميشيل؟ بتقول لك شغله استاذ مرسال. نعم. أول شيء نحن ضد كل المحاور، نحن مع احترام لبنان. لكن أنت مع ضد الكل، أنت مع ضد الكل. نائب النفس صح؟ طبعا. عظيم، مع الحياد يعني. طبعا. عظيم. مع تحييد لبنان. طبعاً. لكن الإدانة مش فقط لخيار سليمان فرنجي، الإدانة لخيارات الآخرين أيضا. لأي خيار بيطلع لبنان من تحييده ضمن احترامه طبعا للشرعية الدولية وضمن التزامه بالشرعية العربية، ولكن أي خيار ما بيحترم تحييد لبنان بيكون خيار تدمير لبنان. عظيم. إن كان مع إيران أو مع السعودية أو مع أمريكا أو مع أي دولة بالعالم. يعني أنت اليوم لما بتقول لما بتسمع وبتقرأ أنه خيار إنتاج التسوية صدر نتيجة قرار سعودي مثلا أو إيراني فرنسي، حكما بترفضه لأنه هذا ينتمي إلى محور معين؟ لا، مش بهذه البساطة يا أستاذ مرسل. ما إذا محور لا أي أو تسوية. أي تسوية. نعم. أساسة أو أسسة ترجع لبنان أو ترجع القوى السياسية إلى الدولة اللبنانية وإلى لبنان، فأنا بالمطلق مع. عظيم. يعني أنت بتعتقد هذه التسوية إذا ركبت مثل ما قلت حضرتك بين 8 و 14 وأنك بتوافق عليها، على إذا كان أساسها إعادة هيبة الدولة وتوسيع رقعة الدولة قدر الإمكان، أنت معها. أكيد. يعني ترشيح سليمان فرنجي من قبل سعد الحريري إذا تم، حتى ولو سعد الحريري لم يتصل بك لغاية الآن ولم يطلعك على أي شيء، أنت معه؟ أنا بدي أقول لك أكثر من هيك. شو؟ إذا التسوية وأسس التسوية هي تسوية وطنية مقبولة على أسس الدولة اللبنانية، أنا بتحمس لها، لأنه أنا بالنسبة لي بتزيد عليها أنه سليمان فرنجي ابن صغرته. نعم. بزيد عليها وأنه حتى ولو كنا وبغض النظر عن أي أمر سياسي أنا بنبسط وبتحمس لأنه صغرته تنتج رئيس جمهورية ثالث، لأنه بالنتيجة هي بتقوي صغرته، وقتها بتقوى صغرته كل صغرته وبيقوى. فإذا بتقوي لبنان، بتقوي الشمال أصدق أو بس صغرته؟ بتقوي صغرته بطبيعة الحال، بتقوي الشمال بطبيعة الحال، بتقوي لبنان، بتقوي لبنان. إذا الأسس مزبوطة. اللي عم حاول أقوله هو الآتي يا أستاذ مرسل، أنا بالنسبة لإلي بتمنى يوصل سليمان فرنجي رئيس جمهورية كشخص على أسس تسوية مقبولة. لأنه أنا بقول أنه بالنتيجة هيدا شخص، إذا
التسوية انبنيت مزبوط بيحترمها لهيدي التسوية. يعني يفي بتعهداته طبعا، ولكن بنفس الوقت اشرح لي شوي شو استاذ ميشيل، انت شو شروطك كرئيس حارة استقلال، كشخص عنده حيثيته بصغرتا بالبلد، ست نيلة، حضوركم بالبلد، شو هي تصوراتك؟ لما اقول الشروط لانه ما بعرف اذا بعد بيقدر حدا يحط الشروط، تصوراتك لهذه التسوية، يعني انت عم بتقول انا مع شرط صح؟ صح. شو هني هالشروط؟ بدي اقول اولا ليه شرط، لانه في مقاربتين لهذه التسوية. نعم. في مقاربة انه التسوية تكون على اسس سياسية مقبولة. ما بدي اقول بالحلم، يعني بالنتيجة مثل ما عم تقول هي تسوية كومبرومي، بس كومبرومي تقوم على اسس الدولة. وفي منطق اللي قامت عليها الحكومة الحالية اللي هو منطق ربط النزاع. انت ضد ربط النزاع؟ طبعا. انت ضد ربط النزاع بين 8 و 14؟ انا مع التسوية بين 8 و 14. شو الفرق بين ربط النزاع وبين التسوية؟ وقت تشكلت هيدي الحكومة استاذ مرسال، قلت انه ربط نزاع على اساس المحاصصة وربط نزاع على اساس توزيع الحصص بدون اسس سياسية مقبولة للطرفين. عظيم. يعني انت بدك اسس سياسية مقبولة من الطرفين. صح. هل تعتقد ان سعد الحريري يفرط مثل ما بتعرف عنه مثل ما بتعرفه بمبادئ سيادة لبنان، بمبادئ 14 أدار؟ شو بتعتقد انه هل هو رايح الى هذه التسوية هيك بشكل اعمى؟ وهل سليمان فرنجي نفس الشيء بتعتقد؟ انا مش عم بتهم سعد الحريري، انا بالنتيجة برجع اقول لك كشخص وكزغرتاوي وكابن غنيم عوض لسليمان فرنجي وقف معه ب89 بالرغم من الاختلاف بالسياسة، انا بتمنى انه يجي سليمان فرنجي الشخص، ولكن برجع اقول على اسس واضحة. ليش؟ بدي ارجع شوي للحكومة يا استاذ مرسال ولموقف من الحكومة. بالنتيجة القصة منا قصة 8 و14، منا قصة نظريات سياسية. وقت منفوت بدون أي أسس، وعلى أسس مش بس هيك، على أسس الميثاقية بين هلالين الجديدة اللي تأسست بالدوحة واللي بتعطي حق الفيتو لكل أحزاب الطوائف. نعم. للأسف. للأسف. بسرعة كبيرة بنوصل للشلل. يعني إذا نحن وصلنا لزبالة على الطرقات لأنه هيدا إجت بمنطق ربط النزاع والشلل، إذا نحن وصلنا للتدهور الاقتصادي الكبير اللي صاير بلبنان، إذا الأمهات عم تضطر تبعت أولادها لبرا، إذا قادرة لأنه نحن وصلنا هذا النظام السياسي إلى إفلاس كامل. أنا من هون بدي أجي أقول، بتقلي أي أساس؟ أول أساس، هل لبنان الرسمي حيحترم حياد لبنان؟ أو إذا وصل سليمان فرنجي بالمطلق بهذه التسوية، هل في اتفاق؟ اللي فهمته هلأ أنه سعد الحريري متصل فيك على تليفونك أنت مش ردد. والله هلأ هذا مساج قلتك هيك بيكون في لقاء قريب معك، هيك فهمت. تنشوف أنت بتفهم مع تواصل الزمن مع سعد الحريري أكثر مني. لا بقى بدك تتبع على تليفوناتك، لان اغلبيه الوقت الناس بده يقولك ما بترد، هيك وصل لي هيك جو اصلا، هيك هي معلومه وخبر لك وسكوب. انا على علمي برد بس ماشي الحال. مش مهم هذا الموضوع، هذا موضوع شكلي استاذ مرسل. كنت عم بتسال لاسئله، شو موقف لبنان من النزاع اذا بيكون بيتبع الحياد ام لا؟ هذا واحد، لانه بالنتيجه الرئيس خليني رجعك على مختارات من كلام سليمان فرنجي بكلام رئيس اخذناها اليوم، الا علاقه بتشوف انه كيف، بس نرجع شوي لورا كيف الاشياء بترجع يمكن في شيء رح بتجاوب حضرتك عليه بعد ما نسمع كلام سليمان فرنجي. عودي الى ذاكره بكلام سليمان فرنجي لكلام رئيس في سؤال افتراضي له علاقه بزياره بشار الاسد، اذا بعمل رئيس جمهوري هل بيزور بشار الاسد، بيقبل دعوه بشار الاسد؟ منشوف هذه المختارات اختارها الي سليمان. ما في حدا يوصل بلا التسويه. نعم. عندما تكون التسويه بتكون هذا الفريق السياسي عامل تسويه مع هذا الفريق السياسي، قال هذا اخذ حقه وهيدا اخذ حقه. نعم. مش هيدا له على هيدا او هيدا له على هيدا. انا غير بضمن تسويه كل واحد اخذ حقه، ما فيني اوصل رئيس، انا بعرف هالشيء، ويمكن اليوم انا عندي شانس 0%، بس عم بقول لك انا شايف كثير منيح انه انا اذا صار في شيء يوم تسويه وانا بدي يكون كل واحد اخذ حقه، لذلك ما حدا له عندك هلا هيدا واحد. اليوم شانس هيدا واحد. 0 او 100 هيدا واحد. نعم.
وجه لك بشار الأسد دعوة لزيارة سوريا، هل تلبي هذه الدعوة وتكون أول زيارة دولة لك إلى سوريا رغم الحملة الشعبية؟ اولا مين الشعبيه؟ انه الشعب انه بلبنان انتبه الناس كلهم قاموا انه اولا الناس ما حيقوموا لانه الناس قال لك شغله اليوم هلا رايين. وبعدين بدي اقول لك شغله مارسيل، نعم، اذا بشار الاسد جدد وقوي يعني بتصور انا رح كون من الاخرين اللي رح يطلعوا على سوريا مش من الاولين. نعم. بس انا بقول لك شغله، انا بشار الاسد صديق واخ، وانا هلا عم بقوله ويمكن هلا ما تضرني ما تنفعني بقول لك حيضل صديق وحيضل اخ وحيضل زوره كصديق. هلا وقت اذا صرت رئيس جمهوريه وعندي دور بلبنان في الصديق ضل، وبعدين في لبنان والتشاور، انا رئيس جمهوريه ساكون رئيس جمهوريه من صلب 8 اذار، ما حكون رئيس جمهوريه انا بس اوصل تكون منفتح، انتبه كون منفتح، بس ما معناتها انا بس اوصل بقول انا خلاص تركت 8 أدار، أنا بعدني من قلب 8 أدار ومنفتح، وأنا كل صاحب حق جمهورية كل لبنان، بس عندي رأي أنا إيه بعرفي، بس عندي أصحابي وعندي أصدقائي وعندي حلفائي بقلب 8 أدار، بس أنت بتقلي ما بعطي خصمي حقه بياخد حقه وحبة مسك. كأني فهمت منك أنه ممكن الأمور تروح على رئيس من 8 أدار ورئيس حكومة من 14 أدار. يمكن إيه، ويمكن يمكن تشتغل مع سعد الحريري رئيس جمهورية يكون معك رئيس سعد الحريري رئيس حكومة. إذا بدك تنفتح بالبلد بدك تقبل كل العالم مثلا، يعني اللي بيعرفوا لسليمان فرنجي مضبوط بيعرف أنه منفتح وبستعد يتعاطى مع كل الناس، بس بذات الوقت ما انه مستعد يمشي ورا حدا. يعني هذا يعني انا اليوم بعرف سعد الحريري اكثر من كل الناس انه انا منفتح على كله، بس عندي مواقفي وعندي ثوابتي. بتعتقد المعادله اللبنانيه بتتحمل التسويه، بتتحمل شخص مثل سليمان فرنجي من دون انقلاب كبير اما بلبنان او بمواقف سليمان فرنجي؟ سليمان فرنجي ما حيغير. ايه؟ انا بقول لك ما حيغير، ومحل ما انا 1% اذا بدي غير تجيب الرئاسه ما بديها. يعني من الاول سليمان فرنجي كان قاري انه التسويه ممكن تروح على رئيس من 8 ادار ورئيس حكومه من 14 ادار. هل توأمي انت عم تحكي عن كومبرومايز انه اذا كان 8 و14 تجعل النقاط اللي انت طرحتها قبل شوي تكون محل تساؤل بالنسبة لك انه ايه بنعمل شو بيعملوا بالحياد اذا اخذوا قرار اليوم بمجلس وزراء بيلتزم فيه رئيس الجمهورية انه النائب النفس؟ هاي الاسئلة عم تطرحها؟ هاي الاسئلة اللي بدها جواب، لانه تقلك ليش بدها جواب، برجع قلك مش عم بحكي من مش عم بحكي من موقعي، نعم، كبين هلالين 14 اذار، انا عم بحكي من موقعي الوطني. اذا لبنان الرسمي ما بيحافظ على حياة لبنان بظل الظروف وبظل أفريقيا مش فرقنا معهم لبنان الرسمي شو عم بيعمل، أنا برأيي بنكون عم ناخد البلد على انفجار. بتصير الدولة طرف وما تبقى من المساحة المشتركة بين اللبنانيين تتقلص. يعني بس أنا بعتقد أنه سليمان فرنجي يمكن لما حيعمل رئيس مثل ما قال حيمارس دوره كرئيس مش كفريق، بس أنه بده يضل يقول أنه هو بينتمي لثمانية أدار، هيك فهمت؟ ما بعرف شو هو حقه ينتمي للفريق اللي هو منتمي بس فيه. أنت عم وهو واضح، أنا اللي عم بقول سليمان فرنجي الرئيس مش سليمان فرنجي الشخص، سليمان فرنجي الرئيس شو بيعمل وعلى أي أسس تامم الاتفاق. وأنا برجع لك أنه إذا تم اتفاق على أسس صحيحة أنا مقتنع أنه سليمان فرنجي بيحترم هذا الاتفاق. بس كمان بدي أقول أنه هذا الاتفاق ما في يكون بس مع سليمان فرنجي، نعم، لأنه في جزء من هذا الاتفاق 100% ما له علاقة في سليمان فرنجي. سليمان فرنجي في يضمن حاله، ممكن تكون العقبة أمام وصول سليمان، لأنه سليمان فرنجي في يضمن حاله، سليمان فرنجي في يضمن حزب الله، سليمان فرنجي في يضمن كل فريق 8 أذار، لا. فإذا من هالمنطلق عم بجي أقول أنه أن يأتي سليمان فرنجي على رأس الدولة ضمن تسوية وطنية مقبولة بين 8 أذار و14 أذار، ساعتها أنا طبعا بتأدي على مسائل أساسية مثل حياة لبنان، مثل عدم إقحام لبنان باللي عم بيصير عنا بالمنطقة، موضوع سلاح المقاومة، موضوع سلاح على الأقل تم أقول سلاح المقاومة، لأنا مقتنع طبعا يعني هذا موقفي الثابت، ولكن على الأقل يعني الخطة الأمنية بالبقاع سرايا المقاومة، لك الفلتين بالشارع، لأنه هذا كله يا أستاذ مرسال
عم بيضرب الاقتصاد، هيدا عم بيزيد التطرف، هيدا عم بيقسم البلد زيادة، هيدا عم بهالصور اللي شفناها كلنا بالريبورتاج خطاب القصر، هيك صار البلد. نعم، ما بقى فينا، الكهرباء عم تنقطع علينا كلنا، وزبالة عم تطمنا كلنا، وبهذا المعنى كلنا يعني كلنا، ما في طائفة أو منطقة عم مستفيدة وطائفة أو منطقة مش مستفيدة. طيب عظيم، خليني أرجع معك شوي للبدايات. وأنت متهم بمحل محلات أنه أنت بتسويق غير مباشر عملت على تفخيخ هذا هذا هذه التسوية من خلال موقعك كمساهم بموقع IML لبنان، لما حكيت عن دور اللواء جميل السيد وحكيت عن دوره بإنضاج هذه التسوية. يعني مقالة IML لبنان اللي حضرتك مساهم في هذا الويب سايت تتحدث عن دور جميل السيد يعني بإنضاج التسوية مع وليد جنبلاط، وبعد منها بإقناع ديفيد هيل فيها، وترتيب لقاء ديفيد هيل والغداء بين ديفيد هيل وستيمان فرنجي، كل هذه المسألة. وحتى حطيت أنه مجموعة تساؤلات العلاقة بأنه إذا وصل ستيمان فرنجي شو الخطر على المسيحيين، شو الخطر على ميشيل عون، على سمير جعجع وغيرها. ليش عملت هيك؟ أستاذ مارسيل، أول شيء أنا وقت بدي فخخ فخخ علنا. نعم. تاني شيء أيام لبنان هو ويب سايت أنا مساهم فيه. نعم. صحيح. وبنفس الوقت أيام لبنان هو ويب سايت عنده حرية كإدارة هذا الويب سايت إنه يشتغل. يعني الفكرة بهذا الويب سايت إنه يكون في ويب سايت منه حزبة. نعم. يقدر يكتب شيء وعكسه. يعني هلا كنت عم تذكرني أستاذ مارسيل إنه هذا الويب سايت هجمك. هذا شو كان في قرار مني انه انا هجمك؟ ما بعرف، يمكن شو بعرف. ثانيا برجع اقول لك، نعم انا مع تسويه بين 8 و14 اذار على اسس وطنيه سليمه. نعم. وانا ما بشتغل على تفخيخ هذه التسويه. نعم. بالعكس، بدي انظر لهالتسويه بايجابيه، ولكن دون أن نساوم على قناعات الوطنية وعلى منطق الدولة وسيادة الدولة، ولا أن نساوم على دم الشهداء، ولا أن نساوم وعلى رأسهم طبعا غني معوض وشهداء. يعني أنت مع وصول سليمان فرنجي؟ أنا مع تسوية بين 8 و 14 قائمة على أسس واضحة تحترم سيادة الدولة، تحترم حياة لبنان. وإذا هيدي التسوية بتجيب سليمان فرنجي، أنا ميشيل غني معوض بكون كتير مبسوط. يعني معلوماتك، هذه التسوية أخرت مباركة عربية، مباركة سعودية، مباركة، أو أنه بعدها بإطار الحديث لم تنضج بعد؟ لا، هي أكثر من حديث وأقل من نضوج بهذا المعنى. يعني نحن بمحل في دينامية حقيقية حول هذه التسوية، وفي داعمين من كافة الأطراف، ولكن بنفس الوقت بعد في أفرقاء بالداخل وبالخارج عم بيسألوا أسئلة أو عم بيكبروا. مين الأفرقاء؟ يعني هل فقط المشكلة هي عند سمير جعجع وميشيل عون، أم أيضا عند حزب الله؟ يعني وهل المسألة يعني ممكن هذا الثلاثي حزب الله ميشيل عون سمير جعجع يتفقوا على الإطاحة بهذه التسوية؟ عم تتمنى الله 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 يا دني. شو انطباعك؟ أنا انطباعي أنه برجع أقول أنه لا، عم ينقال أنه سمير جعجع اتصل بمدير المخابرات السعودية حب يتأكد من هذا الجو، بعد منها أنه ما حب يشوف سعد الحريري بباريس لأنه بده يشوف الجو السعودي قبل ما يشوف سعد الحريري بباريس، أنه الحديث هلأ هذه المسألة هي قيد تباحث، ما بده يعطي جواب قبل ما يعرف حقيقة المبادرة السعودية والقبول السعودي بهذا الأمر. تقبل بهالشيء؟ هذا بتسأل دكتور جعجع عليه. معلومات؟ كنت تواصل من سنتين، وقفت حكي انت وسمير جعجع ليه؟ لا في تواصل نحن وياه. لا بالعكس، نحن وسمير جعجع نتيجه على الاساس في نضال مشترك، في قناعات سياسيه مشتركه. نحن بنتفق على 90% من الامور من حيث كل واحد موقعنا، واكيد في 10% من الامور بنختلف عليها. بهال 10% هلا متفق انت وياه؟ على متفق 10% او مختلف 90% معه بأي بموضوع سليمان فرنجي؟
أنا برأيي أنه سمير جعجع إذا أسس التسوية، وبرجع لك ما توصلت بهذا الموضوع أنا وياه، بس أنا مقتنع أنه سمير جعجع إذا أسس التسوية هي أسس صحيحة، أنا مقتنع أنه سمير جعجع بيمشي فيه. خلينا نشوف رأي سمير جعجع وميشيل عون بموضوع سليمان فرنجية. عودي إلى كلام الناس، إذا سحب ميشيل عون ترشيحه تمشوا بسليمان للبحث سلة؟ إف لا، منك قاطع بالله، للبحث سلة؟ من ما رفضت؟ نحن ما في شيء للبحث سلة. بس تقول لك شغلة، حزب الله له حق يكون مما كان مرشحه، بس بدنا نروح على عملية انتخابية سليمة. بيرشح سليمان فرنجية بهالحالة، نحن منحدد موقفنا، منشوف شو هو، ومنحمل حالة ننزع انتخابات. ما حدا له حق يعطل العملية انتخابية تيرغم الآخرين على مرشح فقط لا غير. السؤال له علاقة بسليمان فرنجية، إذا هبت رياح التسوي بمكان ما ونقال إنه مش ظروف ميشيل عون وخلينا نمشي بسليمان فرنجية، مين بده يقولها؟ إذا قال، إذا هذا الاتفاق النووي، إذا حزب الله قال إنه خلص يا جنرال نحن مشينا وجربنا قدر الإمكان. أهلا وسهلا فيك، بس عم تقولها مش من قلبك. تفحص شق لي قلبي، اعملي عملية قلب مفتوح. يعني بتصوت لسليمان فرنجي؟ ليش ما بصوت؟ ما كنا متعهدين من انه نصوت لبعضنا، كانوا متعهدين انه بيصوتوا لبعضهم. يعني سليمان فرنجي من الأربعة اللي بيصوتوا لبعضهم اذا صار في ظروف لواحد من اثنين. يعني ميشيل عون بتعتقد بيمشي او ما بيمشي اليوم؟ انطلاقا من كلامه شو لازم أنا يصير؟ أنا صراحة ما بدي أحكي عن حدا ماني حكي أنا وياه بهذا الموضوع. بس هلا طيب، تعتقد ميشيل عون وسمير جعجع بشكله ثنائي لرفض هذه التسوية؟ هلا أي تسوية ما فيها تصير بدون ميشيل عون وسمير جعجع، لأنه ما بتعود تسوية، بتصير إقصاء. طيب، تعتقد ممكن سمير جعجع يمشي بميشيل عون وما يقطع الطريق على سليمان فرنجية؟ أنا برأيي القصة ما لازم تكون قصة أشخاص يا أستاذ مرسال. برجع أقول سليمان فرنجية إذا بينتخب رئيس لطمأنت حزب الله ضمن إطار عودة حزب الله التدريجية للدولة اللبنانية، لازم كلنا نكون مبسوطين. إذا سليمان فرنجية جاي رئيس ضمن ديل ربط نزاع أنه رئيس من 8، رئيس حكومة من 14، قانون انتخابات، وما بنحكي بكل الباقي والله بيفرجها بعدين، انا برايي بنكون عم نفوت وعم نفوت لبنان بالحق. ليش المساله مش بس انه مش انه انتخاب وشكل الحكومه للمرحله المقبله واليه عمل مجلس وزراء، انه هودي كلها مسائل يعني بتعرقل اي تسوي كمان. او بتعتقد انت انه الحزب او او او, أو الاخرين راح يا انه اوكي اعطونا الرئيس وخذوا كل شيء؟ استاذ مرسال، لشو قانون الانتخاب؟ ليه لشو الانتخابات بلبنان؟ هلا بدنا نعمل قانون انتخاب اخر شيء، وبدنا نعمل انتخابات. لشو؟ ليش؟ شو بتفيد؟ ليه؟ طالما يمددوا الشباب لحالهم. لا لا، مش عم بحكي عن التمديد. طالما اسسنا بالدوحه نعم لمنطق ميثاقيه، برجع اقول بين هلالين، فوق الدستور، بمعناتها انه اي طرف حزبي طائفي او مذهبي قادر يحط فيتو، وبهالحاله هاي ممنوع تجري جلسه نيابيه او ممنوع يجتمع مجلس وزراء. فاذا عم تحكي شو ما عمل هيدي اتفاق الدوحه؟ لا، هيدي الدوحه يعني اجت نتيجه اللي صار، صح؟ بغض النظر، اي جينا ركبنا بالدوحه، وانطلاقا من الدوحه شرعنا هذه الميثاقيه، نعم، اللي تاسست بالدوحه، وللسوء الحظ كل الفرقاء بلحظه من اللحظات مشوا فيها. عظيم. يعني وقت تشكلت او مشوا او حاولوا يمشوا فيها، نعم، يعني وقت تشكلت حكومه الرئيس نجيب ميقاتي، تيار المستقبل طلع قال هذه حكومه غير ميثاقيه، نعم، مش هيك؟ ليش؟ لان نعم. نجيب ميقاتي يمثل اقليه عند السنه. طب انا كنت معارض هذه الحكومه، معارضه لانه معتبر انه الاكثريه اجت بوقتها بالقمصان الصوت، ومعارضه لانه بالسياسه ماني مقتنع بالتوجه السياسي تبع تشكيل هذه الحكومه، ولكن مش على اسس ميثاقيه او مش ميثاقيه. رجعنا بالجلسه التشريعيه الاخيره الشهيرة، نعم، من شهر أي. أو أقل، عارضوا العماد عون والدكتور جعجع هذه جلسة تشريع الضرورة، كمان انطلاقا من الميثاقية، مع العلم أنه أنا كنت مع أنه يضغطوا اثنينتهم ويضغط غيرهم تنمر قانون استعادة الجنسية، وأنا بالمؤسسة المارونية لانتشاره هذا قانون بيعنيني كتير، نعم،
وانا مني مع اساسا انه ينعمل تشريع الضروره بظل غياب رئيس الجمهوريه، لانه وقت استقالوا النواب نواب حزب الله وامل من الحكومه سنه 2006 سكر مجلس النواب الرئيس نبيه بير 18 شهر وما كان في ضروره، وقت سقطت وما عاد صار في حكومه سكر التشريع وما كان في ضروره، ليه على وقت رئيس الجمهوريه بصير في ضروره؟ خلينا نروح ننتخب رئيس. ولكن رجعنا استعملنا الميثاقيه. شو يعني الميثاقيه؟ استاذ مارسيل، لو انت عندك شركه فيها 7 أو 8 اعضاء مجلس اداره فيها، بتعطي لكل عضو مجلس اداره حق الفيتو وما بتعطي لحدا حق القرار، بشرطك شركتك بتقفل السنه. صار الثاني نهار. ثاني نهار. طيب. عمليا عملنا انتخابات نيابيه، عظيم. جاب فريق اكثريه وفريق اقليه، ولكن عارفين اللي بسميهم الرئيس برغي لانه عمل يعني حكي كثير عن هذه الميثاقيه، قال الميثاقيه بتتامن وقت الاحزاب اللي بيمثلوا عصب الطائفه او المذهب بيكونوا موجودين. طب شو ما كانت النتيجه؟ فاذا عملنا انتخابات وجابت 14 اذار 100 نائب يعني. بدك اخر شيء تخضع لمنطق الفيتو والضغط والميثاقية. طيب لكن لشو عم نعمل انتخابات؟ خلينا نحط هالمصريات على اسمار منيح احسن. اذا كان في بالحكومه تلت معطل او ما كان في تلت معطل، شو بيغير؟ لكن مستسلم انت؟ لا ابدا، انا اللي عم بقوله هون. هلا رح نحكي بالحلول بعد شوي. طبعا ما خلص بموضوع انا عم بقول بدنا نخلص من الميثاقيه. ايه رح نحكي بعد شوي انه شو اقتراحاتك، لانه بعد ما حكينا حتى معايير رئيس الجمهوريه، طيب اذا كان رئيس الجمهوريه قوي او لا، اذا سيمين فرنجي هو شخص قوي او لا، موضوع الميثاقيه، موضوع اتفاق الطائف وغيره، رح توقف مع بريك اعلاني على وقع يعني برمجة بيروت ترنم، ويعني اللي كل سنة كلام الناس يلتزم بكل نشاطاته راح يبلش اعتبارا من أول هذا الشهر بكل كنائس بيروت ووسط بيروت، مع الشكر طبعا لكل مؤسسي بيروت ترنم وست ميشلين أبو سمرة. بعد منا بدخل إلى مبدع من لبنان محمد أبيسي وأتابع مع الأستاذ ميشيل معوض.